انطلقت في لوكسمبورغ اعمال الدوره التاسعه لمجلس المشاركه بين مصر والاتحاد الاوروبي وذلك بحضور وزير الخارجيه سامح شكري ونائب رئيس المفوضيه الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجيه والسياسيه الامنيه جوسيب بوريل عقب ذلك استؤنفت اعمال الدوره بعقد الجلسه العامه بمشاركه عدد من وزراء الخارجيه الاوروبيين لاستكمال النقاش حول مختلف ملفات التعاون